عسلامه. عسلامه لله، حيشك حيشك. الحمد لله. توا بالطبيعه معناها في شهر سيدي رمضان، كثرت المسلسلات كذا، فما مسلسل يطرح قضيه على الزواج العرفي، انت شنو رايك؟ انا المسلسل اللي يعمل القضيه هي قصه اجتماعيه، حكايه اجتماعيه، وجبدها في رمضان، مبروك معليش. اما انا بالنسبه للجواز العرفي ممنوع بتاتا، وبالاخص في الدول العربيه والاسلاميه يزيو ما يستغلوش. والسيد مثلا اللي يقول انا عندي مراه وبصداق ونحب ناخذ مراه جواز عرفي، نقول له تنجمش انت بنتك تعطيها للراجل اللي ديجا عنده مراه وعنده ديجا يحب يتجوز عرفي، يتجوز يعني جوز نساء ولا جوز نساء بالعرفي، ما تقبلهاش. دونك كيما تخمم على بنتك خمم على نفسك، ما تخليش مصالح جنسيه فقط. لا قال بها لا ربي ولا سبحانه، حتى الله سبحانه وتعالى وقت قال جوزوا اربع نساء عندها اسبابها. وقت كنا في الغزو الاسلامي، في الغزو الاسلامي كانوا عندنا جنود، والجنود كي يموتوا يقعدوا النساء يعني من غير رجال. تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فما راجل ينجم يعني باش يتجوز المراه اللي مش قاعده هجاله وما عندها حتى مولود، وفي استطاعته يقسم ويعدل ما بيناتهم باش ما تكونش فاحشه في الشارع، مرحبا. الناس غلوها عاد، قال لك ربي سبحانه وتعالى قال لك خذوا اربع نساء واعملوا سبع. نو 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 نو، اني با اوبليغاتوار، اني با اوبليغاتوار، اني اكزيست جامي اوبليغاتوار. واخطاكم يا ناس من الحكايه هذه، طلق على روح خويا وخذ امراه اخرى، اما باش تكمل 3 4 فام، وبالخص في البلاد البلد العربيه، ونعملوا اولاد، والاولاد ما نعيشهمش في ظروف حسنه، ويتلوحوا على ليتا، علاش بورقيبه انا حالك كتر ماريا كتر فام، علاش بورقيبه انا حالك التعدد التنظيم 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 العائلي، على خاطر كنا قبل نجيبوا الاولاد، وكيما ما خلتوش نلوحوهم في الشوارع، ليهم للشوارع، كان بورقيبه يدخلهم لاطفال بورقيبه. ويدخل للانترنا باش نعلمو باش ما يقعدوش ايتاما، فهمت؟ فوالا بوركوا شوي كونتر، وسورتو دو الموند عرب اغيتي اريتي دي فير سيت مالغام. تجوز مرا بركه ما طلعتش نظيفه، ما طلعتش مسرحه، ما طلعتش بنت ناس، ما طلعتش هذايا، تمشي لدارهم وبالهنا وتجوز مرا اخرى للزهر. اما بورك حط أربعة في الدار وثلاثة في الدار واثنين وتسبب الجواز العرفي، اختاني من الحكاية هذه حكاية فارغة. سيدي جو دو مو موجود في تونس، معناها في حياتنا الواقعية، وإلا لا الزواج العرفي موجود، موجود بالأخص في المغرب، وموجود 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 في 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 في, في الجزائر، موجود في الدول العربية، هذا موجود وكارثة. علاش كارثة؟ احنا وكما عملناش التنظيم العائلي، الحبيب بورقيب عمل التنظيم العائلي خاطر استان فيزيونير الواحد، رانا اليوم ماناش 12 مليون نسمة، رانا 40 مليون دابيتون، فهمني؟ كنا نتجوزوا اربع نساء ونجيبوا الاولاد اغوغو. في المغرب وقت خذات الاستقلال كانت 8 مليون، يسود 840، مصر خذات الاستقلال تي 25 مليون، وجوردي 100 مليون، باسكو في المغرب كيف كيف، في المغرب يمشيو ياخذك ماخذ لهم مرته بالواه، وماخذك ثلاث بنيات سبيات صغيرين 13 14 في الجبولات يعرسوا بالجواز العرفي. اما الاولاد ساكيميل ساكيميل، قد ما تعمل الدوله وقد ما تاسس وقد ما تبني، الفقر ديما موجود. فوالا الجواز هذا نتاع اربع نساء هو كلمه باش نجيب الفقر للبلاد، وباش نعيش الاولاد هذيك، خاطر احنا الاولاد ما نجيبهمش بحب في تونس وفي الدول العربيه، نجيبوهم باراكسيدون باراكسيدون. ونقول لك الكلمه هذه وسامحوني يا ناس، قال لك دخل وخرج وربي فرش. فوالا فوالا. بالنسبه للزواج، بالنسبه لل بالنسبه لل... للزواج باربع نساء، اي ممنوع، شوي كونتر ابسولو كونتر كونتر. خاطر علاش انا كان نحب ناخذ هذا اربع نساء، وانا بنتي كي باش تكبر وتجوز ما نتمناش من نسوان اخرين يقسموا معاها. مو لوم جي يقولوا جي في كيسكو جي في شوي لي برانس، وهما دي اسكلاف، سي دي ماتريال، سي ماترياليست نا ريان افوار. وما قالش حتى بها الدين، واللي يحب يناقشني يستدعيني يقول نقول لك علاش الدين قال ان تي با اوبليغاتوار في القران، وكذبه كذبه يعني، هما فلفسوها ودخلوها كي، فهمني؟ نحكيو على نسبة العنوسة المرتفعة. نعم؟ نحكيو على نسبة العنوسة المرتفعة. عنوسة اللي مرتفعة. عنوسة. يعني النساء اللي أكثر نساء، وي فما. معناها النساء اللي ماهمش متزوجات. إي إي مش متزوجات، يا ساليباتير. وي، مي باسكو سي لي كريز ايكونوميك.
باسكو الوعي الشباب باسكو تو يستشار الناس ولا تهرب بالمسؤوليه، لان ما نقريوش في المكتب شنو هي المسؤوليه، ما نقريوهمش شنو هي المراه وواجبات. فما ناس اختي يصرفوا على المراه حاسبينها مزيه، وفما ناس يصرفوا على اولاد حاسبينها مزيه. دونك يبي باس ماريسا فهمني، يقول لك انا علاش باش نعمل هذا، هو ما يعرفش يلزم يكون يعني هذا واجب تصرف على مراتك ولادك وتكبرهم وتعيله وفي عزك تكبرهم كل شيء واجب. اليوم الناس خايفه من المسؤوليه، نوتر جوناس ملاهي شيخان السياحه، كي تكثر السياحه في بنات اون فادراغي دون لي زوتيل اون ليس تومبي لي في تونيزيان اون ليس لي في تمسا، مي سا سي ان درام فهمني، وين يمشيو برشا جوناس يساكيميل. فوالا فما برشا بنات قال لك ما يسالش نقبلوا الاربع زوجات وعادي، معناتها تقبل ان تكون الثالثه الرابعه الثانيه. مو خاطر برشا بنات او بار فيس باسكو سون دي فيسيو، خاطر عندهم فيس دريير، ولا تقبل اربع راجل وهي مع اربع نساء خاطر باش تعمل اربع رجال ديسكريتمون الي باسكو سي ني با كاثوليك. وثانيا هي وقت تقبل بالشيء هذايا يا خاطر فهمني، هي عندها اون ايدي دارير سا تيت فهمني، اون ايدي دارير سا تيت هي الفكره زعما، هي الفكره خبث، هي خبث. والناس اللي مثلا هي وصلت للعمر وصلت ل 40 ولا حاجه تقول لك صايم. لا نقعد انا في حياتي، نقعد في حياتي وحدي اخسر من نحط نتعارك مع ثلاثه نساء في الدار، ونقعد وحدي خير من الراجل يقسم على ثلاثه نساء ويجيب لي امراض. ما نعرفش المراه هذيك باش مريضه ولا مش مريضه، هذاك باش مريضه ولا مش مريضه، سي دي ميكروب ونجموا يجيبوا امراض لبعضهم. وثانيا الناس اللي قبلوا هذوما ويطور، عندي انا الناس تسمى بور موا اسكوزي لو مو سي هانديكابي مونتال. المراه اللي تقبل اربع تقبل راجل خاطر على الطمع ولا على الفلوس ولا خاطر غنيه، اما كنت تحب على الشرف وعلى الصحه والنظافه والعفافه، اون بارتاج جامي دون لا في تروا فام. لا فهمني، الراجل يهيل بين تروا فام شاك جور دون اون شومبر اكسكيوز موا فهمني، اني با بون. اعطيني توا مفهوم الزواج عندك انت. مفهوم الزواج عندي انا يعني انسان كي يتجوز يعني كما احنا كان في الدين الاسلامي يكمل دينه، وعز حاجه كي يتجوز يجيب الاولاد، وعز الحاجه الاولاد تلم هذيك والعائله يكري الى كريين ان فامي سي لو بونور. الجواز وقت اللي تكون مستعد ومسؤول وكل شيء وتتفاهم وكله بالديالوج وكله بالتفاهم وكل بالعقلية، ولا العنف على المرأة، رد بالك وما تعنفوش نساء. وقت تعلن في نساء يا مسيو راهي مرتك تحدد لك غير من قلبها، تطيب لك الماكلة فوق من قلبها، اللي تعمل لك كل ما المرأة ديما عندها كرامتها، والمرأة هي نصف الراجل. وفما مثل يقولوا لك في الدنيا اللي تراجل في القمة غراس اون فام، سي تي تروف ان هوم دو لا ميرد سي كوز دون فام، فوالا لا فالور دون فام. العائلة هي تتلم، وعز حاجة المرياج وباش تلم. والمفهوم المرياج هو تخلي الشاب والشباب يركح في عالم نظيف، يبعد على المخدرات، يبعد على القهاوي، يبعد على الشوارع، يقول لك نروح لداري عندي ولادي عندي مرات. فوالا يا بوكو بوكو دي ريبونس بور سا. نصيحة للشباب اللي نوعا ما بدا يعزف على على العرس. نو مي فو با فو اللي ننصحهم دو كوراج، يمشوا تتعرسوا، اخدموا ولموا واحد وبارتاجي تو افيك فوتر فام، اي ترافاي دور افيك وفهمني، واغزر ديما البعيد تكون كان نيتك صالحه تخلط.